أذكرت الشيخ السؤال يقول أنه الآن يحدث في أغلب المساجد تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر، ويستدل البعض بحديث أسفروا بالفجر فإنه أكمل الأجر. ما أدري ما تعليقكم على هذا؟ طيب والعصر وش الدليل؟ العصر يقول أنه يحتاج أن الناس ينامون، يأتون متعبين من الدوام، ولذلك حتى يدركوا الصلاة. القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقييم الصلاة الصلوات الخمس كلها إلا العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة، وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أسفروا بالفجر وما أشبه ذلك، فالمعنى له أحد معنيين: إما أن المعنى لا تتعجل فيها حتى تتيقن الإسقاط، أو المعنى أطيل القراءة فيها حتى ينتشر الإسفار ويتبين.